مرحبا، كيفكن؟ اليوم في عندنا مثل ما شايفين هورفشت والسي كورش بيحفوت الموضوع على السريع، ما راح اطول عليكم لانه نحن عندنا مثل ما شايفين هون 7 دقائق بدنا نسمع. ححاول ترجم كل الكلمات، فممكن الموضوع يصير بال10 دقائق مو اكثر. حنتدرب اليوم على هورفشت والسي كورش بي. بالعاده بنتدرب على كورش سي ودي، بس اليوم حبيت نشوف الكورش بي لانه كثير بتجيني تعليقات ليش بتعمل الكورش بي، يعني هورفشت والسي ولا لا هورفشت والسي. طيب خلينا نبلش على السريع عشان ما نضيع وقت. مثل ما شايفين هاي بكونفوكس اس اف في اوربرو بمدينه اوربرو، مو كاتبين لاي سنه، ما بعرف اذا اجت قبل ولا لا، ولا بس هذا نموذج تعليمي، بس حنسمعه ونترجم كل كلمه موجوده اذا كانت صعبه، واذا كانت سهله فالمفروض انتم تكونوا بتعرفوها. خلينا نبلش. Hej! Nu ska ni få träna på hörförståelse, kurs B. نوس كان يترين ابو هورف شوال سي كورش ب. انتو حتدربوا على النص السماعي للكورش ب، خلينا نقول، او التدريب السماعي للكورش ب. خلينا ni kommer få lyssna på ett samtal i en mataffär. صمتال اي مات افير، يعني محادثة بمحل اكل. نيفوليسنا انتم بتستطيعون السماع، فيعني سهلة ما فيها شيء، بس خليني اكبر شوي اعتقدك احسن. ni kommer att få lyssna på samtalet två gånger. Ni får lyssna på samtalet två gånger. Inte att sätta in och sämma alla muhadathe marten. Efter hörförståelsen kommer ni få se texten, alltså. Efter hörförståelse, بعد السماع hörförståelse, kommer ni att شو قالت؟ Kommer ni انه اعتقد سي تكستين انه ترى النص بهيك شيء ممكن تكون قالت؟ Hör manuset. Och vi kommer gå igenom rätt svar tillsammans. Vi kommer att gå igenom, يعني احنا حنمشي او خلينا نقول حنحل بهالمعنى اللي جاي tillsammans مع بعض. خلينا نبلش. Nu börjar hörförståelsen. Nu börjar hörförståelsen. الان حنبلش النص السبعي. اوكي. Hörförståelse. Kurs. B. Samtal i mataffär. Du kommer att få höra ett samtal i en mataffär. Lyssna på samtalet och kryssa i rätt svar. Du får höra samtalet två gånger. Ursäkta, jobbar du här? Ja, det gör jag. Ursäkta, jobbar du här? Ja, det gör jag. المعذرة، هل تعملين هنا؟ هي قالت لي ja, det gör jag. نعم, أنا أفعل ذلك. Vad bra. Var kan jag hitta kaffet? Vad bra, يعني جيد. Vart kan jag hitta kaffe? يعني وين أنا ممكن لاقي القهوة؟ Följ med, så ska jag visa dig. Tack. يسكا فيسا دي، يعني حفرجيكي. تاك، شكرا. هار أكافت. هار أكافت، يعني هون موجود القهوة. تاك. يا صوغ اي تينيغن أت فانس 3 في 99. يا صا اي تينيغن، أنا شفت بالجريدة أد أ 3 يعني 3 فور 99. 99 يعني 99، يعني 3 ب 99 كرون. Får jag välja vilka jag vill? Får jag välja vilken jag vill? Anna, ممكن انا اختار شو بدي، يعني ممكن هي تختار الثلاثه اللي بدي اياهم. Ja, men inte det ekologiska. Okej. Okay. Men det är inte ekologiska, يعني النباتيه او الشيء اللي بتعلق بالبيئه، تبعوت البيئه. انه نعم فينك، بس مو بمعنى انه مو بهدول القسم، يعني مخصص للبيئه. Tack för hjälpen. Det var. قالت لها يا تاك فور يا البي، يعني شكرا للمساعدة. سوليتسو. هي قالت لها ديفار سوليتسو، يعني كان هذا شيء قليل مني. هي قالت لها شكرا، وهي قالت لها نعين، ما في داعي تشكرين، انه هذا شيء قليل او هذا واجبي بالمعنى الحمد لله بالعربي. Uppgift 1 A. Vilka är det som pratar? Kund och butiksbiträde. Två kunder. Lärare och elev. السؤال الأول، مين يلي كانوا عم يحكوا؟ كنت الزبون، بوتيكس بترادة يعني عامل المحل،
دفو كندر زبونين ولا لارري وإلي معلم وطالب. مبيني طبعا ما بدها يعني كتير، كان وحدة بدها مساعدة من صاحب المحل أو من اللي عم تشتغل بالمحل، فالاختيار الأول هو الصح أكيد. هم ما في أي مشكلة أعتقد، يعني ما في أي صعوبة لأنه مبيني هي بدها مساعدة، فأكيد متفو كندر أكيد كانت عم تشتغل بالمحل وللزبون. B. Vad handlar samtalet om? Vad handlar samtalet om? يعني عن شو كانت المحادثة؟ Pasta. Kaffe. Frukt. باستا اي المعكرونة خلينا نقول، كافي القهوة ولا فروكت الفواكه، عن شو سألتها؟ طبعا كنا سمعنا انه هي كان بدها كافي، فالجواب الثاني هو الصح. كمان هي ما فيها مشكلة بصراحة، يعني اول واحد والثاني المفروض حلوون بسرعة بدون اي مشاكل، حتى النص كان سهل بصراحة يعني كسماعي، كما كان في غير كلمة نباتي او خلينا نقول بيئي ايكولوجيسك كانت هي ممكن تكون شوي صعبة عليكم، بس اجمالا كان ما في يعني كلمات كتير جديدة بالنسبة للكورش بي، وخاصة هلا اذا انت كورش سي ودي المفروض تكون قبل الواحدة عم تقدر تحل هيك شغلات. خلينا نكمل. سي فيك كوندن يلب. فيك حصل كوندن الزبون يلب على مساعدة، حصل الزبون على مساعدة؟ يا نعم. ني لا دفو ما انت فيتا، يعني هذا الواحد ما عرفه او هذا نحن اللي ما عرفنا، فلا نحن عرفنا اذا حصل على مساعدة ولا لا. هي كانت عم تسأل انه وين القهوة وهي دلتها على وين القهوة، فمعناتها اكيد الجواب يا انه هي حصلت على مساعدة واللي عم تشتغل دلتها وين موجود القهوة. السؤال اللي بعده دي va kostar tre paket kaffe؟ va kostar tre paket kaffe، شو بيكلف ثلاث باكيت يعني ثلاثة قطع أو ثلاث علب خلينا نقول من القهوة؟ أنتوا أكيد سمعتوا شو بيكلف، لازم تعرفوا. 79 كرونر، 79 19 كرونر، 19 19 99 كرونر، 99 إذا ما كنت متأكدين من الأرقام سمعت شوي أنا هي الإجابة رقم ثلاثة الصح 99 كرونر، حسمعكم إياها. Tack. Var kan jag hitta kaffet? Jag visar dig kaffet. Tack. Jag såg i tidningen att det fanns 3 för 99. 3 för 99. شايفين الجواب الأخير صح مثل ما أنا حكيت هلا. طيب خلينا نرجع. Jobbar du här؟ Ja, det gör jag. هون رجعوا عادوا المحادثة مرة ثانية، ففينا نقطعها لأنه نحن سمعناها ما في داعي. يا ني هون عم يعيدوا الأجوبة مرة ثانية. هر مانست هون الحل لا هون اللي سمعناه في هذا هور مانوس، المانوس هو النص الكتابي، مانوس يعني مثل السكريبت خلينا نقول بالعربي، شلون لما بيكون مثلا مسلسل بيعطوهم نصوص بيقرأوا منها، فهذا هو المانوس. هور مانوس هو هذا اللي انحكى، هي سألت انه اوشيكتا يوبر دوهار، المعذرة هل تعملين انت هنا؟ هي قالت لا يا ديور ياك، نعم انا افعل كذلك. هي قالت لا فابرا، يعني شو منيح. فار كان يهيتا كافي، وين انا فيني الاقي القهوه اللي عم تشتغل؟ ردت عليها فولي مي سو سكايا فيسا داي، انه تبعيني انا حفرجيكي. هي قالت لها شكرا، هي قالت لها هار ار كافيت، هنا توجد القهوه. الزبون تاك ياسو ايتيدنجن ات ديك فانس تري فور نتينيا، توجد 3 ب 99 فوريا فيليا فيل كيا فيل، فيني انا اختار اللي بدي اياه. اللي عم تشتغل شو قالت ليا من انت دي ايكولوجيسكا، نعم ولكن ليس المخصصين للنباتيين خلينا نقول، او ايكولوجيس يعني بيئي خلينا نقول، بس في نوع من القهوه ممكن يكون ايكولوجيس المخصصين للنباتيين اعتقد، او في نوع خاص ممكن للفيكان ما بعرف صراحه شو هذا القهوه الايكولوجيس، بس هون في كثير شغلات للنباتيين نحن ما عندنا اياها ببلادنا. كوندن اوكي تاك فور يلبن، نعم شكرا للمساعده. اللي عم تشتغل اتلا ديف ارسوليتا، سو كان هذا شيء قليل. فهون اللي ما قدر يفهم بالسماعي فينا يقرا اللي موجود هون، واعتقد الكماله هون عم يحلوهم مثل ما نحن حلينا هون. الجواب الاول صح، الكافيه هي الصح مثل ما نحن حلينا، يا هو الصح،
وآخر شيء لازم يكون 99 كروني هو الصح. فأربع أسئلة سهلين، إذا جاكم بالامتحان كتير سهل نكون نجاوب عليهم بصراحة. ما بياخذوا، ما أخذوا معنا بس سمعنا، وحتى ما في داعي نسمع النص مرة تانية. من أول مرة كلمة 99 مبينة، أخذت مساعدة كمان كانت مبينة، حتى شو كان بدها يعني، كل الحديث كان على الكافيه، أكيد ما بدها فواكه، ومبين مين كانوا الاثنين عم يحكوا، يعني انه واحدة عم تسأل لحدا عم يشتغل. فالنص كتير سهل كورش بي، حرام يعني يجيكم وما تقدروا تحلوا. بالنسبة للكورش سي والكورش دي فهذا اعتقد يعني المفروض تكونوا الحالين، واذا ما عرفتوا تحلوه فاعتقد في مشكلة ولازم تحسنوا لغتكم. بس هذا هو كان اليوم الشيء اللي بدي احكي عنه، ما كان كتير طويل، شيء على السريع خاص بالكورش بي. قلت خليني اشوف، جربوا حالكم بصراحة، اذا خرج بالسماعي جيبوا علامة ولا لا. اذا في مواضيع حابين انا اكتب عنها اتركوا لي بالتعليقات، بس ممكن بالفيديو الجاي اتركوا لي التعليقات ونعمل الفيديو الجاي. بصراحة انا كنت بفكر شيء بنعمل بالفيديو الجاي، ممكن نحل اسئلة مثلا قراءة سي او قراءة دي، او نكتب موضوع. بصراحة انا محتار، في عندي اكثر من خيار. اتركوا لي بالتعليقات اذا انتم في عندكم شيء معين، اي شيء حابين انه انا اكتبه، انا ما عندي اي مشكلة. موفقين يا رب، شوفوا الفيديوهات الماضية وسلمنا بالفيديوهات الجاية، وموفقين بالامتحانات اللي عم يعملوا امتحانات. ملاحظة اخيرة للامتحانات، طلاب الكورش بي غالبا بيجي بالامتحان رسالة، نحن كاتبين كتير فيديوهات عن الرسالة، رسالة لصديق، استعارة رسالة من صديق، استعارة سيارة اسف من صديق. موضوع رسالة صديق غالبا عم يجي بالكورش بي، فطلاب الكورش بي رسالة تدربوا عليها كتير منيح، كاتبين شي 50 رسالة بالمقاطع، كيف الواحد بيكتب رسالة، كيف كيف يعني ببلش، كيف بينهي. لا تتلبكوا، موضوع الرسالة 99.9 حيجي بالكورش بي. دربوا على الرسائل منيح، يلي قدر يحل هدول بالسماعي اكيد حيجيب علامة عالية، واللي عم يفهم بالسماعي اكيد حيفهم بالقراءة، لانه السماعي اصعب من القراءة بطبيعة الحال. ومتى ما ضمنتوا السماعي والقراءة والموضوع فبيصفي الحكي، يعني شيء بيتمرق بالنهاية. موفقين على كل حال، خبروني بالتعليقات شو بتجيبوا علامات، عم تنجحوا ما عم تنجحوا، وبس بشوفكم فيديو جاي. لا تنسوا تعليقاتكم حلوة، وسلامات.